مساء الخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم ان شاء الله راح نوريكم طريقه صنع ربطه للشعر او بابيون للشعر. كما راكم تشوفوا هنا عندنا ثلاث قطع مبدئيا، مازالت قطعه دوك نوريها لكم. اول قطعه هي القطعه الكبيره اللي راح نحتاجوا فيها في الطول 45 سنتيم، اما العرض 15 سنتيم. هذه القطعه هي البابيون اللي راح تكون من تحت وتكون كبيره. بالنسبة للقطعة الثانية نفس العرض 15 سنتيم، به يجيو البابيون تاعنا يجيو متناسبين يعني في الحجم ولا في العرض تاعهم. اما الطول 36 سنتيم حتى 37. المهم لازم الطول تاع هذه يكون قل من الطول تاع هذه به تجي داخله فيها. بالنسبة لهذه القطعة اللي راح نربطو بها ولا اللي راح تجي في النص، راح نحتاجو فيها في العرض 6 في الطول 10. دوك الان يعني بعد ما وجدنا هاد ثلاثة قطع راح نخيطوهم كامل بهذه الطريقة، يعني نطويو دوك نوريكم بهذا الشكل. راح نطويوهم كامل، يعني اللي ما تعرفش تخيط سواء راح تخيطي بالبرا بيدك يعني البرا والخيط، ولا راح تخيطي بالماشينة. يفضل يعني استعمال دبابيس ولا لي بانجل هادو باه يثبتونا الكتال كيما على بالنا بلي ساتا تزلق. المهم هذوما القطع راح نخيطوهم كامل هكذا بهذا الشكل، باه ومن بعد راح نتحصلوا على بابيون بهذا الشكل. يعني كي نطبقوهم هكذا منا ومنا راح نبداو نتحصلوا على بابيون تاعنا. المهم هنا انا راح نخيطهم، قبل ما نخيطهم راح نوريكم القطعه الرابعه اللي راح نحتاجوها في هذا الربطه. البنات هذه القطعة الرابعة اللي نحتاجوها في هذا الربطة. كما راكم تشوفوا مثلث، هذا المثلث البنات عنده منا 45 ومنا 45، ومن بعد ربطت بيناتهم بهذا الخط اللي راح يكون تقريبا 65 حتى 70. يعني دوك نقيسو ونقول لكم قد ايه القيس قد لي خرج لي. انا القيس خرج لي 68، بصح يقدر يلحق حتى 70 على حساب القماش. هنا كما راكم تشوفوا هذه الساتا تاعي راه يابسه شوي، يفضل يعني استعمال الساتا هذيك الخفيفه الرويال نورمالمون، هذيك اللي راح تجي افضل. بالنسبه لهذه القطعه البنات لازم نحركوها كامل في جميع الاطراف، لازم تتحرك كامل يعني بالبريكي ولا بالشمعه باه ما تستنسرناش، لخاطر ماناش راح نخيطوها راح نخليوها هكذا باه ومن بعد نكمشوها بهذه الطريقه ونتحصلوا على هذوك الشراشب اللي يجيو تحت البابيون. مهم البنات انا راح نخيط هذوك القطع اللي كنت درتهم هما الاولين، نخيطهم كامل ونقلبهم ونعاود نولي لكم في الخطوه هنا. بعد ما خيطتهم كامل كما راكم تشوفوا يعني خيطتهم بالاسود راهو يبان، راح نقلب هذو المستطيلات اللي خدمتهم، استعمل هنا مساك فقط ونقلب به، يعني الامر سهل جدا. كما قلت لكم هذه الساتا اللي استعملتها ماهيش ساتا مليحه يعني خشينه، انا استعملت يعني بقايا قماش كان عندي مسند قديم حبيت نستغله ونخدم به هذا المشروع تاع لي بابيون. صح لي عنده حاب يدير مشروع ولا حاب يخدم حاجه مليحه عروسه ولا تشري ساتا جديده افضل ليها، يعني تخرجها النتيجه افضل من هذا القماش اللي يعني خشين بزاف. مهم راح نقلبهم كامل بهذه الطريقه. الخياطه كما قلت لكم البنات تقدروا تخيطوا بيديكم، ولا اللي ما عندهاش مش حابه تخيط ثاني تقدر دير يعني باللصقة، بصح كما نقولوا حنايا خدمه سواقي ماهيش خدمه مفينيه وتقدر تفتح مره اخرى، يعني ماهيش خدمه دائمه، يعني من الافضل اللي عنده ماشينه خير، وحتى بلا ماشينه في اليد افضل من انه ديري اللصقة. هنا البنات بعد ما نديرهم كامل راح نحددهم ونحرك هذاك المثلث ونعاود نولي لكم ان شاء الله في الخطوه المواليه. الخطوة الموالية راح نحتاجو فيها خيط بنفس لون القماش وبرا أيضا. نروح نحددهم ونعاود نولي لكم إن شاء الله. هنا قمت بتحديد يعني جميع القطع اللي عندي، هذوك المستطيلات في ثلاثة وأيضا هذاك المثلث
باه نقتل شويه هذاك الساتا تولي خفيفه يعني. صح يعني بعد ما حددتها حسيت بلي القماش ولا خفيف وتبدل حتى اللون تاعو. بصح الحديد قريب حرق لي القماش يعني، كي نعود نحدو لازم نحذرو هذا الساتا لخاطر ثمثم تتحرق. انا وليت غطيتها بطرف تاع قماش وكملت حددتها باه ما تحرقليش، ونقصتو حتى برد شويه باه عاودت عليهم كي كملت الطريقه. هذو الحواشي كامل هذه مازال ما حرقتهاش يعني، ما حبيتش نقصها ما حرقتهاش لخاطر ما عنديش بريكي تشعل. البريكي تاعي خلاص لها من بعد كان تاعها صافي، قلت خليها حتى المره الجايه راح نقصها بالمقص ونهبطها ونديرو ولا بالقلم. شوفوا طويت المنديل تاعي لازوج، تحصلت على ذاك الخط يعني وهمي فقط. راح نديرو بالبرا والخيط يعني من تحت حتى للراس تاع المثلث، ولازم العقده نديروها كبيره باه ما تتفتحناش لخاطر الساتها تتفزر ثمثم ويقدر يطير الخيط من القماش. وبالنسبه لطريقه الخياطه نديرو نفتات كبار يعني ماهمش صغار، يعني نخيطو برك هكاك عشوائي ماشي باتقان. المهم نتبعو هذاك الخط باه يجينا الشكل تاعو متناسق يعني الطرفين يجيو متشابهين، ما تجيش جهه اكثر من جهه. بهذا الشكل راح نكمل كامل كما قلت لكم حتى للراس، ونعاود نشبح الخيط نتاعي باه نتحصل على شرشوبه ولا كيفاش نقولوا هذوك اللي يجيو طايحين في البابيون تاعنا. دوك يعني الشكل راح هو اللي يوضح نفسه وراح تفهموا واش راني نقصد. هنا نوريكم بلي الخياطه تكون يعني عشوائيه، ويكون نخليوها هكاك واحد سنتيم ولا نص سنتيم من نفته لنفته باه يجي البابيون تاعنا مشبوحه مليح. هنا البنات نشبح ونعاود ندور بالخيط، يعني هذاك الخيط اللي راني نشبح به نعاود ندورو على هذا البابيون ونزيد نخيطو ونثبتو مليح. انا بصراحه خيطت مليح هذا البابيون باه ما تتفتحش، يعني كيما على بالكم كي ديروها الاطفال والله يقدروا ينحيوها يقدروا يقلبوها صافي، لما تقناش الخدمه تاعنا راح تتفتح لنا ثمثم ويروح الكتان خساره خاطر الكتان تاع الساتا يتفزر. بالبرا والخيط راح يفسد ايضا الشكل تاعو ويتفتح مره اخرى. هنا البنات وجدت هذا الجزء السفلي راح نحطه في جهه ونروح نكمل الاجزاء الاخرى. بالنسبه للاجزاء الاخرى كما راكم تشوفوا بنفس الطريقه راح نطوي لاثنين نحدد المنتصف ونبدا نخدم في البابيون نتاعي. هنا البنات تقدروا تخيطوا الحواشي هذوك في بعضهم اللي راهم جايين في الاطراف، تقدروا ديروا بالطريقه اللي درتها انا، وتقدروا ايضا تلصقوا بالبيستولي ولا باللصقه ثاني راح يكون لكم اسهل. يعني حبذا لو كان تحرقوا الاطراف، انا كيما قلت لكم ما عنديش بريكي ولا شمعه، على هذيك درتهم غير هكذاك. بصح حاولت قد ما نقدر باه ما نخليش يتفزر، قصيت بهذاك المقص اللي مشرشف اللي فيه الزيكزاك باه ما يتفزرش الكتان، وايضا حكمته مليح بالخياطه يعني حتى راح يتفزر ماهوش راح يخرج لخاطر خيطتو مليح. دوك تشوفوا يعني الطريقه تاعي في الخياطه صيرتو مليح مليح. هنا راح نحاول نشكل فيونكا ولا بابيونا كتكون مليحه، يعني الشكل تاعها يكون متناسق ويكون باهي. اول شيء كما شفتوا لوحه البرا يعني شحال من خطره هما يعني اللي راهم يخدموا في هذه الاشكال من لي بابيو راهم يديروا مباشره يدوروا الخيط. بصح انا كيما قلت لكم حبيت نثبتها مليح باه نستعملها يعني مدى الحياه. على بالكم حنا كي نجيبوا حاجه لازم نستعملوها طول الحياه، ما نديروهاش باه تفسد لنا في نهار ولا في شهر ولا في شهرين. المهم هنا البنات راح ندور عليها الخيط مره اخرى، وايضا ندير نفس الطريقه مع الفيونكه الاخرى ولا البابيون الاخرى ونلصقهم في بعضهم. انا هنا حاولت ما نحطهمش في بعضهم قد حاولت نهبط هذيك الدوزيام من تحت شويه، وهنا لقيت صعوبه يعني كنت نصور يعني باه ما نخرجش في الكاميرا باه ما نبانش بسيف وباه ركبت هذيك الشرشوبه اللي من تحت. بصح المهم الطريقه هذه هي نحاولوا باه نحطوها يعني لازقين الجنب في الجنب ماشي فوقها كيما درنا البابيون هذه صغيره فوق الاخرى خاطي، هذه نديروها تحتهم قد ونثبتوها بالخيط جيدا. يعني اللي يحب تجي ثاني العمليه سهله يقدر يديرها قبل بالبيستولي باه تثبت مبدئيا ويكمل هو يعاود بالخيط. المهم هنا حاولت منا ما قدرتش كيما قلت لكم، يعني جاني شويه صعوبه مع التصوير. المهم نأكد ونعود يعني ثبتوها مليح، خاصة يعني
سواء مشروع ولا البيت، يعني حتى كتبيه حاجه، تبيه حاجه متقونه وما يدعوش عليك بالشر. كما على بنا، على بنا الحاجه الصواقي، يعني كي نشريو حاجه من السوق تكون رخيصه، دائما ثمثم تتلف، ثمثم تفسد. هنا كما قلت لكم هاني ثبتها، يعني دورت عليها الخيط وعاودت زدت خيطها ايضا مره اخرى باه نتاكد، وايضا عدلتها باه تجيوني كامل في المنتصف، يعني هذاك الراس تاع المثلث يكون في المنتصف تاع البابيونه، ويجي للجزء الايمن كما الجزء الايسر، يعني نحاولوا قد ما نقدروا باه تحصلوا على شكل مناسب. هنا بعد ما خلصت وثبتها مليح مليح يعني البنات، جبت هذاك الجزء الاخر اللي يجي في المنتصف والمستطيل الصغير اللي كان فيه 6×10، راح ايضا نحطه ونثبته في المنتصف. هنا المنتصف عفوا، هنا راني نشوف برك كيفاش راح يخرج يعني. وهنا راح نركب ايضا بروش. المرحله هذه راح نحتاجو بروش، ونحتاجو ايضا بيستولي باه نثبته هذاك البروش، ونثبته ايضا هذا الطرف تاع القماش الصغير. هنا بعد ما ديسيديت وحددت الطريقه اللي راح نقوم بها، جبت البروش تاعي وحطيت البيستول يعني من جهه اخرى باه تحمى. هنا كما راكم تشوفوا درت هذا الخطا من قبل، عفوا درت البروش بهذا الشكل، ومن بعد جاني الطريقه تاع التركيب تاعو جاتني معكوسه. هذه المره ما عكستوش، دوك نوريكم باللي راح نركبوه في الجهه الاخرى، يعني من اليسار لليمين، يعني الجهه تاع وين تكيو باه نحلو تكون في اليسار، باه كي نديرو في شعرنا يكون باليمين. المهم هنا البنات يعني ذوبت مليح بيستولي باه يلصق لي، وثبتو كما شفتو هنا طاح لي، يعني صراو هاد الحوادث. هنا راني نصور مباشرة، يعني كنت راح ندير لايف، ومن بعد وليت قلت ندير هكذا فيديو خير باه نشرح بعقلي يعني، وما نزربش وما نوقعش في اخطاء. ايضا سمحوا لي البنات، قلت لكم راح نفتح لايف يعني قبيل، بصح مفتحتش مقدرتش، يعني فتحت شوية فقط وعاود سكرت. مهم هنا حنثبت هذاك البروش مليح. بالنسبة للسعر تاع البروش عفوا، هذا الحجم الكبير شوية بربع الاف. انا ثبتته مليح مليح، راح نجيب الطرف اللي من الفوق ونحاول نلوحو داخل البروش، يعني نفتح البروش ونلوحو. يعني هنا البنات ركزوا معايا مليح، ما حبيتش نركب هذاك القماش اللي في النص قبل ومن بعد نزيد البروش، حبيت ندير اتقان يعني، ولا فينيسيو تكون مليحه. درت هذاك الطرف هو الاول اللي من الجهه العلويه، راح نثبته بالبيستولي كاول خطوه يعني باه ما يتحركليش. راح ندير في هذاك البروش ونحط القماش بهذا الشكل، ونسكر عليه البروش باه يثبته، ونعاود نثبت هذاك الجزء اللي بقى خارج ايضا بالبيستولي الداخل والخارج. كما انا بنا القماش راهو مخيط والداخل كاينه فتحه، صافي لازم ندير حتى هذاك السيليكون لازم ندخله حتى لداخل باه يثبت لي. البنات بصراحه درت شويه تفال حرقني، وعاود ثبت به باه ما يلزقش في صبعي كما راكم تشوفوا هنا، عاود درت له ايضا من الفوق. المهم البنات شوف فيها شويه يعني تدقيق شويه تاع هكذا، يعني باه تكون الخدمه متقونه بصح عادي، النتيجه راح تكون مليحه ومرضيه بهذا الشكل. نعاود نجبد الطرف الاخر. البنات انا مانيش راح نشبحو بزاف حتى تشبح لي البابيون هذيك في النص، راح ندير خفوفي فقط هنا باه ما نوقعش في نفس الخطا الاول. درت ركبت قبل هذوك زوج اطراف اللي مفتوحين في بعضهم باه نثبتو مليح ما يتفتحليش كي نبدا نلصقو يعني فوق البروش. فرغت ايضا بيستولي على هذاك الطرف تاع المستطيل الصغير من الجهتين، يعني لتحت والفوق باه يثبت مليح. هنا نحل البروش ونركبو، يعني نشرح بفمي نورمالمون الفيديو راه موضح نفسه والامر راه واضح، بصح معليش حبيت نزيد نشرح لكم. هنا نفس الطريقه شويه دفال وثبته، وزدت له شويه بيستولي باه يركب مليح. البنات نورمالمون خلصنا البابيون، راهي واجده وجاهزه، بصح انا راح ندير لها اضافه دوك نوريلكم، راه يعني حندير لها شويه ديكور باه يجي المنظر تاعها باهي. يعني اغلب الظن راح نستعملها انا وبنتي، بصح ما نعرف نحطها ترا بالك كش ما تعجب واحد ولا نخدم سير كوموند ان شاء الله. بالنسبه للسعر راني حيره، نديرو بين 20 ولا 25، خاطر فيها البروش هذاك ب 4000، والقماش تاع الساتا كيما على بالكم السعر تاعو ايضا راه غالي، مالغري ان هذا القماش موش قديم يعني مستعمل، كان مسند كبير تاع تروسو ما استعملتوش خلاص.
حبيت ندير بيه، خاطر انا بصراحه ما نستعملش المسند يعني فوق السرير. المسند هو هذيك المخده الطويله اللي تجي في السرير، كانوا تاع بكري يديروهم بزاف، دوك مانيش نشوف حتى واحد يديرهم، يعني دوك راهم يديروها بحمخات فوق الكرسو. شوفوا البنات هنا، شوفوا الشوشو هذا ايضا كنت خدمته من قبيل مع هذا البابيون. شوفوا البنات كيفاش خرجت نتيجه روعه، يعني هذا الطقم روعه، شوشو مع بابيون. وايضا كاينين اللي يديروا ايضا بهم سيغ تاع ثاني ولا البليغه ولا البشماق ثاني، يديروا له بابيون بهذا القماش نفسه، نفس القماش. والله هذيك البوني ايضا اللي يروح اللي يرقدوا بها، يعني الساتا هي افضل الاقمشه يعني للشعر، اللي يحب يطلع في شعره ما يفسدلوش يشري لي شوشو نتاع الساتا. ايضا نفس الشيء الوسادة، يعني اللي يحب يطلع ثاني في شعره في وجهه ايضا باه ما ينضلوش الحب، يدير الوسادة، يعني الغلاف تاع الوسادة يكون من الساتا يعني الافضل. احنا المهم البنات لحقنا نهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. اللي عجبو الفيديو يكتب لي تعليق ويدير لي لايك ويبارطاجي مع صحابه.